وإلى الملف الاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تأسيس أول شركة إلكترونيا عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة هو أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والذي عقد في مايو الماضي برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويمثل الإجراء نقلة نوعية، حيث يضفي قدرا أكبر من المرونة للإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.